اللي استشفيته او اللي حسيته ممكن اكون غلطان انه الموسيقار نجح داود اميل للسينما عن الدراما. لا، ما هي السينما دراما. عن دراما التلفزيون، عن المسلسلات. لا يعني انا عملت، يعني انا اهتمامي الاكتر في الحقيقة انا بحب السينما يعني. اوكي. انما انا كمؤلف موسيقي ممكن ابقى مزعج بالنسبة للمنتجين اللي بيعملوا الدراما، لان انت لو شفت هتلاقي ان في الدراما التلفزيونية يعني زي ما قلت لك، او زي ما انا متصور يعني، انه ان التترات البداية والنهاية هي اهم حاجة، والباقي بيبقى يعني ايه، الموسيقى فيها بتبقى مصاحبة، ممكن يبقى لها قيمة وممكن ما يبقاش لها قيمة، ممكن تتحط وممكن ما تتحطش، تواخد بالك، لكن ما بيبقاش متحكم فيها المؤلف. المؤلف ما بره التترات هو بيدلهم مجموعة موسيقات مختلفة المعاني والمعالم، وهما بيبقى فيه اعداد بيسمع الموسيقى ويقعد يحط الحتة دي هنا ويكررها هنا، ويعني هو اللي بيختار. كويس. فما ببقاش انا المتحكم كمؤلف موسيقي في وجود الفيلم في المسلسل. لكن في السينما انا المتحكم طبعا، انا والمخرج. يعني يعني بنشوف الفيلم كاملا مرة واثنين ونتكلم فيه ونعمل ونحدد الاماكن اللي هيتحط فيها الموسيقى ونحدد وظيفتها، ولازم مع بعض غالبا يعني. طبعا يعني، لان ساعات بيبقى المخرج عنده وجهة نظر مش واصلة للي بيشتغل معاه، وساعات اللي بيشتغل معاه مش فاهم قوي الفكر اللي ورا يعني لازم يبقى فيه التعاون ده موجود. سينما داود عبد السيد مختلفة. طبعا. مختلفة جدا. طبعا مختلفة. الى اي مدى سينما داود عبد السيد مختلفة عن بقية السينما؟ هي يعني انت عندك سينما تجارية كوميرشال، وسينما مش عارف اقول فنية يعني. داود عبد السيد لا بيعمل دي ولا بيعمل دي. انما هو بيعمل لغة خاصة جدا بيه، وبيحاول يوصلها لأكبر قدر من الجمهور. لكن ما بيتنزلش عن مبادئ معينة فنية. فهو بيعمل فيلم من وجهة نظره أو يعني في عمق وفي مضمون كويس، بس كمان بيحاول يوصله لأكبر، يعني بيحط الجمهور في اعتباره. في حد بيعمل الفيلم يقول لك ماليش دعوه انا بعمل رؤيتي، يتحب ما يتحبش، يشتغل ما يشتغلش، لا انت واخد بالك، حتى في كل انواع الفنون. وممكن انا كمؤلف موسيقي وفي المدارس اللي فيها حداثه في الموسيقى، ممكن اعمل موسيقى يعني افونجارد او متطوره، ممكن يبقى ليها جمهور مثلا في اماكن معينه في اوروبا مثلا، وما يهمنيش بقى. لكن انا ما بحاولش اعمل كده، او ما بحبش اعمل كده، لان لغه الفن عندي هي لغه تواصل بيني وبين جمهوري. انا مش عاملها عشان ادخل بيها الجنه يعني، ربنا يدخل، ممكن ما يدخلني النار بسببها مش الجنه، ما اعرفش. لكن بعملها عشان اتواصل بيها مع جمهور معين، جمهور اللي انا منتمي لي، فلازم احطه في اعتباري، مع الحفاظ على ان جمهوري لو ما عندوش اي نوع من التذوق ماليش دعوه بيه برضو.
يعني لان انا مدرك ان الجمهور بتاعي برضو مش واسع بالدرجة اللي انا بتعامل بيها أو مع تصوراتي. يعني انت مثلا لما تقول انت فاهم انا بقولي انا فاهم. طب ما تشرح وانت لا ما تعذبني انت سايبني وجهة نظرك مش وجهة نظري انا مش هينفع انا اللي اعبر عن وجهة النظر. يعني اقصد مثلا لما يجوا يعملوا هجوم مثلا شرس على موسيقى المهرجانات مثلا انت واخد بالك، فيقول لك اصل الجمهور مش عارف ايه، اصل الجمهور مش مشكلة الجمهور خالص، كويس الجمهور بيتلقى الموجود اللي انت بتدهوله كويس، انما المشكلة في المهرجانات ان مفيش حاجة بتنافسها جيدة. ازاي مفيش حاجة جيدة يعني بتنافسها؟ كم التأليف الموسيقي اللي موجود في مصر غير قادر على منافسة المهرجان؟ كم التلحين الغنائي غير قادر؟ ايوه طبعا yeah. ايوه طبعا. انت عندك هي موسيقى المهرجانات دي موجودة فين؟ عند موجودة في الافراح ها. لا 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 مفيش طبقات بعد كده موجودة في الجامعات الكبيرة بقت منتشرة في وسطهم من باب الموضة من باب اي حاجة ماليش دعوة من باب ايه، لكن هي موجودة انت واخد بالك، موجوده في الاعلانات الشركات الخاصه بتعملها عن منتجاتهم، ما بيحطوا برضو موسيقى مهرجانات احيانا في يعني بيتم بالاستعانه بالموسيقى دي مش في 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 حاجات كتيره قوي كويس، واللي بيستخدمها الاعلام والميديا والسوشيال ميديا والى اخره كويس. الهجوم عليها ايه معناه انك ما انت عندك انت شايف حاجه هابطه بتقول ان الفن ده هابط. طب هو ايه الفن الجيد؟ فينه؟ ما بتعملوش ليه؟ يعني او انا وظيفتي ان انا اقعد اتهمك اقول لك انت بتعمل فن هابط؟ لا، انا لو انا شايف ان فنك هابط وانا عندي بديل اعمل البديل، الناس هتختار الاحسن. الناس مش هبل، انما الناس ما عندهاش اللي موجود. انا مره سمعت رايي انه حد قال كده بالظبط، قال دي اصلها مش موسيقى اصلا. لا مش موسيقى اصلا، مش موسيقى اصلا، احنا مش بصدد تقييمها فنيا. احنا دي ظاهره انت واخد بالك. مثلا لما احمد عدويه طلع في السبعينات منتصف السبعينات، ما هو قال لك ده كذا وكذا والإذاعة منعته مش عارف ايه يعني في الفترة من الفترات، وكان كبار المغنين بيعدوه ويقول لك ايه الإسفاف ده وايه البتاع. بعد شوية بقى أحمد عدوية ده من الكلاسيكيات وبقى له مدرسة جرر وراها مغنين ومغنيات مش قليلين وفيهم حاجات هايلة وجميلة طبعا انت واخد بالك. فالنهاردة احنا بغض النظر عن التقييم الموضوعي للفن المهرجانات، هو فنه جيد ولا مش جيد ولا هابط ولا مش هابط، والتاريخ هيقرر الحكايه دي بعد فتره اذا الحاجات دي راحت او الحاجات دي فضلت. لكن الهجوم عليه هجوم غير مبرر. ليه؟ لانك انت بدل ما تهاجمه نفسه اعمل بديل، انما ابقى انا لا انا عارف اعمل بديل واقعد كده عايز اقفلها. انت فاهم؟ فاهم. يعني الحل مش ان انا امنعها. لا 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 تمنع، ما تقدرش تمنعها. تمنع في السبعينات في الستينات في الثمانينات حتى جايز، لانك انت متحكم في المحبس في المحبس انما النهارده انت اي حد بامكانيات صغيره في 2 متر في 2 متر وجهاز كمبيوتر وشويه الات بسيطه كده بقيت تقدر تسجل موسيقى وتذاعها على الانترنت على اليوتيوب والناس تسمع ويعملوا لك لايكات. يعني اتجننوا قوي عشان مش عارف مغني اخد 70 مليون لايك ولا طب ما اخد 70 مليون لايك ما تعمل انت حاجه واعمل وجيب 80 مليون لايك وهات 100 مليون لايك